في سورة مريم وجه آخر، فبعد أن ذكر بقصص من أنعم الله عليهم ذكر بمن جاء بعدهم، فقد جاء بعدهم من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فما مصير هؤلاء؟ سوف يلقون غيا. الغي يعني الضلال والجهل الناشئ عن اعتقاد فاسد. هؤلاء الذين يلقون الشر بسبب غيهم هم الضالون، يعذبهم الله بضلالهم إلا من تاب وآمن وعمل الصالحة. ثلاثة شروط يثاب محققها بجنات عدن: التوبة عن إضاعة الصلاة واتباع الشهوات وعن الفساد عموما، والفساد يعني ما يحدث الاختلال والاضطراب والخلل في المجتمع، وما يحدث الجدب والقحط والكوارث في الطبيعة. الفساد مجاوزة الصواب والحكمة بصورة تلحق الضرر بالأرض أو بسكان الأرض. والمعتقد الفاسد هو ما يقود إلى الجهل والضلال. التوبة عما يؤذي ويقود إلى ضلال أو جهل شرط أول للجنة. الإيمان شرط ثان، وهو اعتقاد صالح في القلب والتزام تنفيذي بالجوارح. فالإيمان بالله إخلاص له، أي تخلص من كل ما سواه. العمل الصالح شرط ثالث، وهو ضد العمل الفاسد مطلقا، أي هو اعتقاد يقود إلى العلم والهداية. الرجل الصالح يقوم بما عليه من حقوق وواجبات، والمرأة الصالحة كذلك. العمل الصالح إحسان تصرف موافق يحدث النفع على مستوى الإنسان فردا وجماعة وعلى مستوى الأرض. بهذه الشروط الثلاثة تمنح الجنة الموعودة للأتقياء. وأوصاف الجنة معروفة، ففيها سلام وهدوء واكتفاء من كل الحاجات، لا يسمع سكانها فيها لغوة إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وممتع أن يتخلص الإنسان من اللغو، أي من فضول الكلام ومما لا قيمة له. هل تختلف هذه الشروط المشترطة على من خلف أولئك الذين أنعم الله عليهم عن الشروط المطلوبة في الدعوة الجديدة؟ إن جبريل يخبر النبي أن الملائكة تتنزل بأمر ربه، رب السماوات والأرض وما بينهما، وبأمره ويأمره بعبادة ربه والاستبار لعبادته، ويوضح له أن القرآن يسر بلسانه الواضح المبين ليبلغ رسالات ربه تبشيرا للمتقين وإنذارا للمخاصمين، والأمر بعد ذلك لله. المتقون يلتزمون بالقرآن أوامر ونواهي، يعملون ما أمر به أن يعمل، ويبتعدون عما نهى عنه من أعمال وأقوال وظنون. لهؤلاء الجنة فقد وعدهم ربهم بها. أما المخاصمون فينذرون بالقرآن يذكرهم بالبعث بعد الموت، فهو كالولادة من العدم، فإذا كذبوا أهلكوا في نار جهنم كما أهلك من كان أقوى منهم وأغنى، والهلاك ولو بعد إمهال نتيجة أكيدة لمن اتخذوا من دون الله آلهة. لهؤلاء الألداء الخصومة والنار، وللمتقين
المسلمين المودة والجنة، فأي المصيرين أفضل للإنسان؟